شاري من السعودية. يا أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، أهلا بشاري. في سؤال، هذا السؤال من صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال خلى مذيعين فدك والرطيه ينحارون في عمره. زين، هذا سؤال من واحد يحب عمر حب مو طبيعي، يقول هذا لما يتشيع عن الإنسان ويردد الشهادة، السؤال للصلى الله عليه وسلم، هل الشهادة ذي كان يقولها النبي ولا أنتم الشيعة جايبينها من عندكم؟ هل النبي كان يقول العنان سيكون في شهادتين، هذه جايبينها من عندكم يا الشيعة؟ طيب، وشنو كان الجواب ورطي؟ طبعا لا، هذا حنا من عندنا، هذا حنا نقولها للناس كانوا يؤمنون بشيء فسلم، حنا نقول لهم ان قولوا ان الله ليس كمثله شيء، وهذا يعني ردهم كان رد ثابت، رد واقعا لا يجوز، هذا رد واقعا لا يجوز. سبحان الله، اما مو بس نسلبه التوفيق، طبوا التوالي تاخر شيء طيراحوا بالمجاري، يسرقون من، صار زي الوائد يسرق من اي واحد وتعال. زين زين، هذه سهله. فكرة اللي سأل اي من اي شنو اللي سأل، كان السؤال اتصل عليك ثلاث مرات وانت سديته بوجه، اعطيتك قندره على وجه، مو مشكله، هذا السؤال سهل. اسمع اسمع الجواب، اسمع الجواب الصادم، اسمع الجواب الصادم، اسمع اسمع. هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يدخل الناس للإسلام كان يأمرهم بالشهادة لله والشهادة له بالنبوة ولعلي بالخلافة والبراء من أبي بكر وعمر والمنافقين؟ نعم نعم، كان يسوي هذا الشيء. راح تقول لي دليل، مو دليل، عاوز دليل. طيب دليل موجود، علي محمد ومحمد علي، علي عليه الصلاة والسلام حينما شيع الرجل اليوناني، عندنا محاضرة بالقناة اسمها ظاهرة إعلان التشيع بين السنة والبدعة، ذكرت بها هاي الرواية، أمير المؤمنين شيع رجل يوناني، اليوناني هذا الرجل حينما أراد أن يتشيع لقنه أمير المؤمنين الشهادة، فجعل اليوناني يشهد بالله وبرسول الله وله بالخلافة ولأعدائه أبو بكر وعمر وعثمان باللعنة والعذاب. فهذا فعل علي هو فعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا نعتقد أن كلهم واحد، وعلي ومحمد واحد. نعم، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سوى هذا الشيء، لأن علي يعني محمد كان يقول أبو بكر أي نعم أنا نسيكم، عفوا بكفير والرطيف، لا قال ولا صوتك بعيد إذا أمكن شوية. ماني هلا؟ أي شنو قلت؟ قلت لك يعني أبو بكر النبي كان يقول أبو بكر وعمر لعن، يقولون اللهم لعن أبو بكر وعمر، كان يقولون زي كذا، هذا سؤال الصعصن. ها الموضوع على أبو بكر وعمر؟ إيه هذا سؤال قلت لك مو بحار وقناة فدر، شكرا سألتك. لا، إذا على أبو بكر وعمر، نعم أبو بكر وعمر أيضا قال لهم النبي تبروا من أبو بكر وعمر، بس واحد ما يقدر يتبرى من ذاته. يو عندنا رواية، مو رواية واحدة، عندنا روايات، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه الكلام إلى أبو بكر وعمر ويقول لا تكفروا بعدما آمنتم، مضمون الرواية الآن، يعني يقول لا تكفر عفوا أنت وصاحبك بعدما أسلمتم بهذا، ويشير إلى علي عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إتمام من إتمام الرسالة، من إتمام الإسلام يعتبر، قاعد يقول لهم لا تكفرون، إذا صرتم كفار بالله يعني معناها حاربتم علي. فهذا نعم، هذه شهادة ولا مو شهادة؟
هذه شهر الحين هو بيتمسك على سيدنا. انا عارف اسئلتهم، بيقول لك هل من المعقول ان ابو بكر وعمر صير ضياء ان يلعن نفسهما في الشهاده؟ لا، ابو بكر وعمر هم الظلمه. النبي صلى الله عليه واله وسلم امرهما الا يخرجا ما بداخلهما من علم بعلم الغيب انهما مبغضي لعلي، فكان عندهم الخيار في ان لا يخرجا هذا الظلم او يخرجاه. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لهما إذا كفرتم بعلي، إذا حاربتم علي فأنتم كفر زنادقة، لا تعرفون شيء من الإسلام أبدا. هذا من تمام الرسالة، هذا الفعل من تمام الرسالة. شكرا حياك الله، يا أهلا بك، يا أهلا ومرحبا.